اه يا جماعة، ميرسي يا محمد. ميرسي يا كيرو. هعمل رز الكفته، بس هعمل رز الصياديه اللي هو بالبصل، بيبقى حلو قوي. وابشر بصلة عشان الرز وعشان الكفتة. بنستخدم البصل الأحمر في الطبيخ، بصلة واحدة مش هتكفي، هعمل واحدة تانية.
اشتركوا في قناتي على اليوتيوب مولي بالراوي، هتلاقوا نفس الاسم كده، قناة شاملة. ميرسي يا حسن. حسن يا خولي من يا حسن بحبك. حسن يخوف الجنينة يا حسن. Thank you يا حسن. شكرا لكل اللي بيكبسوا، شكرا لكل اللي بيبعتوا ورود، شكرا لكل اللي بيبعتوا قلوب، شكرا لكل اللي بيحبني، انا بحبكم كتير. يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. سبع سنين في العسل. شيخي جدا شيخي جدا الصلصة بالكمولو. يا ظهري ظهري يا ظهري داري. Hi. Thank you. It goes in the water.
لحمة مفرومة أعملها كفتة. فلفل اسود كل ما حطينا فلفل اسود كتير كل ما كان بعد الفلفل الاسود نحط الملح مش كتير تشتركوا يا جماعة في قناتي على اليوتيوب اوكي موري بيبيو الرز على البصل المحمر نخليه محمر غني الكمية اللي احنا عايزينها كلها
ونقلب شوية كده بعد كده نجيب غطا فين الغطا عايزة الغطا فين الغطا مفيش غطا فين الغطا محمد ميرسي على طبق الفلاح اللي Thank you.
أغني جميل شوية شوية جميل وخد عيني وغنيلي شوية شوية غنيلي وخد عيني دلعنا يرد الروح حبيبنا الروح جاي شوية شوية Hi. البحر بيضحكني وانا نازلة بدلع عند القنا البحر بيضحكني وانا نازلة بدلع عند القنا وانا نازلة بدلع عند القنا 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 البحر حاضر يا سيدي حاضر هطلعك جت دلوقتي ما فيش انتي مش في الجست يا سيبوني ابو زيدان بس اتمنى اسمع صوتك
20 guests, 20 بشوي الجست. فين الجست؟ فين الجست يا سيبوني؟